بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آلك وصحبك وسلم. إخوتي وأحبتي، أنا حمزة التهامي، اليوم 21/12/2011 أتوجه إليكم لأفند المزاعم التي تواردت من على وسائل الإعلام وعلى الفيسبوك. أنا بصحة جيدة وبخير والحمد لله تعالى، هذا بفضل الله وبرحمته، وعلى جميع اللي يسمعوني. سنرجع إن شاء الله إلى ليبيا الأبية الشامخة، وسنرجع بحول الله ونسترجع كرامتنا ونسترجع شرفنا ونسترجع أرضنا. مهما طال الليل لابد تكون عندنا العزيمة ويكون عندنا الإصرار. الحياة لا تقف عند شخص معين ولا تتوقف عند أشخاص معينين، هذه بلدنا، أي واحد يبقى فيها يبقى يكمل المسيرة ويكمل مسيرة النضال، لأننا نريد أن تظل أرضنا طاهرة صافية نقية تقيم حدود الله، وهذه ليبيا العزيزة الغالية، وهذه أمانة القائد اللي سلمها لنا، ويجب أن نحن نحافظ عليها. أنا بخير وبصحة جيدة الحمد لله، واموري تمام. اللي يهمني انتم، اللي يهمني انكم انتم تكونوا متماسكين، تكونوا على المبنى مبدأ ثابتين راسخين رسوخ الجبال كيف ما عهدناكم، وان شاء الله نلتقي في بلادنا الحرة الأبية، ورب يوفقكم ويسلمكم جميعا، كلكم جميعا. انا نتبع فيكم على الفيسبوك وحنحاول الردود، ولكن كثرة المواضيع وكثرة الردود هي التي يعني جعلتني عاجز عن الرد على البعض. تحياتي لكم واحترامي وتقديري، وإن شاء الله ما تشوفوا شر، ويومكم مبارك وسعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.